الفقراء والمحتاجين، فمن منكم مستعد بأنه يشيل حمل وهم هذا الوقف حتى يكتمل في البرنامج أسبوعين أسبوعين شهر شهرين؟ طيب نبغى اللي يقول أنا لها، علشان نوحد الفكرة نبغى تحية قوية لأي واحد يقول أنا لها منكم الجمهور. تحية 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 منكم الجمهور. يلا طيب تعالوا على المسرح كلكم على المسرح، وأبغى تعليق لي بأخذ كلامكم كلكم، روح يمين يسار الآن. أنا مسموحين دام البرنامج ما بدأ، هي رسالة مع الجمهور، والكاميرا هذه حقتي صح يا مخرج؟ طيب أي عادي، هي هذه كاميرتي. طيب صلوا على رسول الله. الآن عندنا هالوقف بيعتبر همنا، وبإذن الله أن نكمله بلغة الأرقام 27,000 واحد من 300 ريال يكتمل هالوقف ترى في ساعة ولا يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين، بإذن الله مكتمل. دامك بديت تفضل. أول شيء أمسي على السادة المشاهدين بالخير، وأعلن أول سهم بنية جدتي الله يرحمها بمبلغ 300 ريال. كفو، تحية لخويكم بيض الله وجهك. سبقني أنا كنت أبدأ بس بيض الله وجهك، سبقك يا عكاشة. ها بالنسبة لي أتبرع بسهمين عني وعن والدي. بيض الله وجهك. أبغى كلمة، واللي بيتبرع منكم جزاه الله خير مشكور، عاد هذا جهده. وترى المعلومية ممكن يقول البعض الواحد يشخص بصدقته، لا، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول نبغى نحفز أن تبدوا الصدقات فنعمة هي، الله في القرآن قال. تفضل. أول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا. طبعا أنا كنت صاحب تجربة يمكن سنتين في الجمعيات الخيرية كنت أشتغل فيها ما شاء الله، فحصل لي مواقف واطلعت على أمور واجد، والله أنا تدمع لها العين، يشهد الله سبحانه. في ناس محتاجين، في ناس فقراء مساكين لكن ما يبينون للناس، ما يوصل لهم بعد الله سبحانه إلا الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تتعمق في بيوت الناس وتوصل للمحتاجين بأدق شيء، وإن شاء الله عند الجمعية مرخصة، وإن شاء الله أكيد مرخصة 100%. هي مرخصة 100%، وإن شاء الله أنها واصلت للفقراء وللمساكين. نسأل الله في هذه الساعة إن الله يقضي حاجة كل محتاج. نسأل الله نرجي وتبرع بالنيابة عن على نية أخوي عبد الله الله يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة سهم. الله يكتب أجرك وبيض وجهك وجزاك خير. طيب اللي يبغى الرابط أبل بي للتبرع السريع في حساب قناة الواقع بتويتر، وأنا سويت ريتويت بحسابي الشخصي في تويتر. اللي يبغى الرابط، واللي يبغى يدخل عن طريق تطبيق الراجحي يقدر يروح يكتب بس تحويل ثم لجهة خيرية ثم يروح لجمعية عروة الخيرية وراح يلقى حسابهم ويشارك ويتبرع. الموضوع والله ملك الحمد، ترى التبرعات أول كان الواحد لما يتبرع، والله أني أتذكر قبل 12 سنة ولا حولها، كنا لما نتكلم على الشاشة للأوقاف كانوا يقولوا لنا ناس نروح الصرافات حتى نتبرع وناخذ الإيصال ونرجع لبيوتنا، مشوار الصراف. لكن الآن في بيتك وانت تتابعنا تقدر تدخل وتشارك في عمل الخير. وترى للمعلومية أنا دائما أعيدها وأقول والله وبالله وتالله إن هالوقف مكتمل بي ولا بكم ولا بكم ولا بدونكم يا جمهور، ترى مكتمل بإذن الله. إن أنتم بعضكم تراخى غيركم بيجي، الله سبحانه وتعالى بالقرآن يعني أخبرنا بمثل هذا، يعني إن ذهبت وتركت راح يجي غيرك ويكمل. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن تولينا حنا ما تبرعنا والناس ما تبرعوا، ترى الله يجيب ناس ثانيين يتبرعون ثم يكملون هالوقف ثم يشاركون يفوزون بالخيرات، يفوزون بمرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكونون معه ويشربون من يده الطاهرة الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أحد أبدا. شفتوا كيف الفضل في الوقف مكتمل؟ ترى 27,000 واحد منكم 300 ريال تغطى. وأنا ودي اليوم أني يخبروني الجمعية يقولون الحمد لله مع اليوم الأول وصلنا مثلا تبرع 500,000 ولا مليون، والله ما هي بسايدة ولا بصعبة. سم طيب هل عندك دامك جنبي ذنبك؟ أنا أقول لكل من يشاهدني فرصة عظيمة، وبادر قبل أن تغادر. أنا عني وعن والدي سهم، وعن أخواني وعن المشاهدين سهم، والله يجعلها خالصة لوجهك. آمين آمين، الله يبيض وجهك يرفع قدرك. تكلم أنت الخوي، خويك تفضل. أول شيء مساكم الله بالخير جميع المشاهدين. اليوم حنا ما قلنا حنا قدها وحنا لها، إلا إن حنا قدها ولها. كفو. وبإذن الله إنها بتقفل الحالة على يدنا حنا ومعكم أنتم. حنا على قولتهم يد واحدة ما راح تصفق. صحيح. فنتعاون
وان شاء الله ترى انت اندفعت الحين راح تنسى، بس الله ما ينسى، الله يجيك بوقت حاجتك. انت الشيء ذا دفعته وانت الان في بيت وتحت سقف وما تدري عن ظروف الغير، ولا تطلع تشوف العالم. صحيح. فانت ما تدري، غيرك ظروفه تعبانه، غيرك بلا بيت، غيرك ساكن بخيمه دون بيت، فانت الان تحت سقف بامن وامان والحمد لله، غيرك مشرد ما عنده لا بيت ولا شيء. اسال الله العظيم ان يرزق جميع المسلمين، وباذن الله احنا اللي نقفل الحاله مع الجمهور. يا رب يا رب. عموما هي وقف وليست حاله، هي وقف. الوقف. الوقف هذا يشمل حالات كثيره للايتام المحتاجين وغيرهم. جمهورنا الكريم اللي عنده تبرع ليحفز غيره في هاشتاج سكريبت 11 يرسل ايصال الحقيقي الفعلي ليعلن. وانت زي ما جاء عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا اجهز جيش العسره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فبشر بالجنه من ذاك الموقف. فانت الان لما تشارك وترسل ايصالك وتحفز الناس ترى باذن الله ما يضرك شيء بعد اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان. فحنا الان 300 ريال نقدر السهم 300 ريال نكفل الايتام مدى الحياه في ميزان حسناتنا عن والدينا، ترى والدينا يستاهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقه، حتى لو عندك مريض تصدق يا اخي، تصدق، هذا باب خير شفته قدامك، الله ارسل لك، احنا نتكلم قدامك وشفت الشاشه، بلغ الناس، حث الناس، انشر، تؤجر، الدال على الخير كفاعله، هذه كلها في الاخير بتسعدك وبتسعد الجميع. وانا باذن الله ساعلم مع الايام بهمه الرجال معي الان وهم كفوا وقدها، وبهمتكم انتم ان نغطي هالوقف عاجلا لانه لايتام ومحتاجين ولناس يبغون احد يفرج الكرب عنهم. طيب تفضل. ابجيكم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عزيزي المشاهد، الان انت 300 ريال ربما انها زايده عندك، ممكن تاخذ فيها عشاء او اي شيء. انت الان لو دفعتها تقول ممكن اني اتخسر او شيء، بالعكس انت الان تاخذ من مال الدنيا وتضعف بالاخره، يعني انت تاخذ من رصيد الدنيا وتحط بالاخره، غيرك ممكن نايم عند زباله وانت بكرامه. مشرد ابوه ميت، يعني انت الان حط بنفسك في الموقف هذا. اقسم بالله نعمه الوالدين ما يعرفها الا اللي فقدهم، والله وبالله وتالله 300 ريال ما هي بضاره، والله ما هي بضاره، وباذن الله راح نقفل ما راح يضرك شيء. 300 ريال وانساها، والله العظيم الصدقه تدفع البلاء قبل وقوعه وترفع البلاء بعد وقوعه، انوها عن اي احد سواء توفى حي موجود اخ قريب اللي تبي، والله وبالله وتالله ما نقص مال من صدقه، بادر قبل ان تغادر، هذا اللي يقوله. وباذن الله يدا بيد باذن الله عاجلا غير اجل راح نكمله انا واخوياي، ونفرح قدامكم وانتم تفرحون معنا خلف الشاشات، ونسجد ان شاء الله باتجاه القبله سجود شكر وحنا مقفلينه، ويا باغي الخير اقبل. بيض الله وجهك. وجهك ما شاء الله عليك، شفت النوم في وجهك هناك قلت رجع ما اعرف. ما شاء الله طلعت طلعت يا ولد ما انت في سهل، ما شاء الله عليك، السلام عليك. بس كلهم يرقدون عشان يقولون أيوة والله. اول شيء الله يجزاك خير وبيض وجهك المبادره الطيبه، ونشكر القناه على العظيمه على جهودها اللي ان شاء الله تكتب لنا الخير والناس اللي فيهم خير. امين يا رب. انا اقول للي بغى البركه في ماله وفي بيته وفي عياله ما نقص من مال من صدقه، ويتصدق باللي هو به، والله اني صادق. وانا بنيه عن اخواني كلهم ان شاء الله، وعن والدي وعن اخوي المرحوم محمد بن متعب الديري الله يرحمه ويغفر له، اتبرع بسهم. بيض الله وجهك. وانا اقول اهل الخير واجد، وباذن الله اني يسكر المبلغ في فتره صغيره. يا رب يا رب ان شاء الله مع الايام بهمه الجميع سنخبركم ونبشركم بان النسبه يوم بعد الاخر يعني تسعدنا باكتمالها، ونفرح كلنا ان شاء الله بانجازها. وش فيه وش فيه الشيخ؟ الله يغفر له يرحمه يتجاوز عنه. ممكن كم يا استاذ ناصر؟ طيب تفضل. طيب خلوكم مع اخويكم واحد يروح مع الشباب. نطلب الله باسماء كريمه ونقول يا كريم اكرمنا، يا رزاق رزقنا، يا قوي قونا، حنا نشتري للدنيا بالكثير المال الكثير، فما بالك ب 300 ريال تشتري لاخرتك. العيد مقبل، بتحذف بتحط، حذفت وبتحذف 300 ريال، حنا نشتري بالمال المبالغ فيه عشان نتجمل ونطلع بالصوره الزينه قدام الناس، فما بالك وانت قاعد تشتري لاخرتك 300. انا تبرع بسهم لي ولوالدي. بيض الله وجهك. الله يطول عمارك وان شاء الله تكتمل. الله يرفع قدرك وجزاك خير. الله يجزاكم خير. انا ما اقول على اخوي شيء، لكن الله يجمعنا وياه في جنات النعيم ان شاء الله. آمين. والله يتقبل منا ومنكم،
وأعلن إن شاء الله تبرعي بسهم عني وعن والديني، والله يكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله. آمين. و300 ريال يا الربع ويلي تشاهدونا بإذن الواحد الأحد أنها بتحميك أو أنها بتدفع عنك بلا إن شاء الله. صدقت، الله يرجعك فيض الله وجهك. طيب نبغى لكم مشاركات زملائك. سم، أنا بإذن الله من عندي سهم عني وعن والديني وأخوياي وأي أحد ما يقدر يتصدق سواء حي أو ميت. فيض الله وجهك، الله يرفع قدرك. طيب حطنا. والله ما أزود على أخوياي المطليق بشيء، ولكن أحب أنوه وأوضح حاجة. ترى مهما ملكت أنت من المال ومهما شريت لنفسك، في يوم من الأيام في قطعة خام ما راح يبقى معك إلا العمل اللي تقدمه. الحاجة الثانية، عالجوا مرضاكم بالصدقة، والله يا مسلمين هترفع شيء ما توقعونه. الحاجة الثانية، أنا ولا أنت وكل واحد منا يشتري نفسه بمبالغ خيالية، 2000، 3000، 4000 يدفعها ولا يهتم فيها، ودي 300 ريال في يوم من الأيام راح تحتاجها وراح تعينها. صدقني والله العظيم يا في يوم من الأيام راح تحتاجها وتعينها. ولا أزعل أخوان الباقيين بشيء، وأنا راح أتبرع بالشيء اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وراح نقدم إن شاء الله اللي علينا. الله يكتب أجرك. ترى دائما الخير، الخير يا شباب والمشاهدين أخواني وأخواتي، أحيانا نسهى مع الدنيا وننشغل فيها، لكن لما الله يرزق انك تشوف احد يذكرك ادخل الجوال وتبرع، كان الله ارسل هالقناه والشباب ان نذكركم بان نشارك ونفرح الايتام المحتاجين. تفضل. السلام عليكم يا متابعينا الكرام. من ما يبغى يكون مع الرسول؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين. ما احد منا ما يبغى يكون مع الرسول كهاتين مثل الاصبع. الصحابة رضوان الله عليهم سبقونا، اللي تبرع بنص ماله واللي تبرع بماله كله، وكلهم طلبوا هذا ابتقاء لوجه الله. الصدقة مثل ما تعرفون كلكم تدفع البلاء. الصدقة تحصلها موجودة دائما في آخرتك. الصدقة ممكن تبني لك قصور في الجنة دائما. وما أقدر أزود على أخواني. بيض الله وجهك، الله يرفعك. طيب تفضل، شاركت قبل شوي ولا ما شاركت؟ يلا عطني علمك. أقول شيء حطيته لوجه الله، أدري أنك بتلقاه يوم القيامة. يا سلام. وما نقص أعمال من صدق. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. وترى القصص كثيرة. سليمان الراجحي دائما عيد هالكلام بس لأجل أنه نعرف فضل الصدقة. ما نقص أعمال من صدقة بل تزد. يقول في الوقف ذكرها صدقة جارية. هي صدقة جارية تدوم لأنها وقف. سليمان الراجحي يقول وضعت أوقاف، يقول تدبلت 3 مرات خلال سنة وسنتين. ليش؟ لأن الله يقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ما في خوف، الشيطان لا يخوفك، بس أنت خليك مع الرحمن الكريم. طيب، والصدقة تطفئ غضب الرب. طيب خلنا نأخذ مشاركاتكم بشكل سريع عشان نختم. أول شيء السلام عليكم. ثاني شيء بخصوص الوقف، ما زود على كلام أخوياي إلا بكل خير. أولا الوقف وكامل بدونك ومعك شيء فيه خير بإذن الله، إن الله بيعيننا عليه. داووا مرضاكم بصدقة، ما نقص مالهم من صدقة. كل هذه الفضائل كل الناس تعرفها. صحيح. تدفع فلوسك بكل مكان وتستخسرها بكل مكان إلا في الصدقة. شيء فيه أجر لا تستخسر. يا باغي الخير أقبل. هذا الكلام. بيض الله وجهك، الله يجزاك خير. سلمت سيف. سالم، حنا موقف الله نصعب شوي، لكن يا نشام حن والله ما لنا عذر. أقل شيء يمدينا نسويه على الوقف الطيب ذا أن ننشره في كل مكان. صح. لا تستوهنون ذا الشيء، ترى شيء كبير. يقول لك الدال على خير كفاعله. أنت كانك دليته واحد سنافي ولا طيب ولا واحد في خير وتصدقت، أعرف أنك أنت صدقت. صحيح. وذكروني بالآية اللي يقول: وتصدقوكم من الصالحين. أمنية الواحد يوم القيامة مو بأنه يرجع يصلي، أمنيته بس يتصدق. فيا الربع يا النشامة كلنا بيد واحدة إن شاء الله، بالكثير وبالقليل. لا رسالة، لا من على ما قال، توصية اللي في خاطري ما أقدر أعبره وأنا أخوك. بيض الله الموقف اللي زي كذا والله ما أقدر أعبره وأنا أخوك، لكن عارفون اللي في خاطري. والله بإذن الله. عموما هي اللي حطينا لمتة شو؟ مفتوح. هو مفتوح البرنامج كامل، لكن إن شاء الله متفائلين. حنا 27,000 واحد قلنا ب 300 ريال، لو بس شدينا الهمة مع أهل الخير ومع الجمهور شدوا الهمة معنا بإنفاقهم وتبرعهم بنشرهم، صدقوني أن نفرح اليتيم اليوم قبل بكرة. لأنه مع الأيام إن شاء الله بنحاول يكون في مداخلات صوتية مع الأيتام اللي موجودين في هالجمعية، مع المسؤولين موجودين في هالجمعية، نسمع الحالات هناك ونعرف حاجة الناس لوقفتنا معهم. حنا في بلد خير،
بلد معطاء، بلد يقف مع المحتاجين، بلد جعل المساحة لنا بأن نكون مع المحتاجين لنؤجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. زي ما قال سيف الله سبحانه وتعالى في كتابه، يعني بين لنا حاجة الميت أنه يرجع للدنيا حتى يتصدق. الله في كتابه يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبغى يرجع بس للدنيا، ما قال أبغى أصلي ولا حج ولا أعتمر، لا، قال أبي أرجع للدنيا، موتانا وموتاكم، ترى الآيات في موتانا وموتاكم، موت المسلمين. يبغى يرجع من الدنيا، والدك والدتك جدك جدتك يرجعون للدنيا علشان يتصدقون، لكن دام أنتم موجودين الآن على قيد الحياة بإمكانكم تتصدقون على نياتهم، بإمكانكم تعطون على نياتهم حتى تجيهم الصدقة، والدك أو والدتك أو جدك أو جدتك أو أخوك أو أختك أو شخص عزيز عليك، فرح من الآن. مثل ما قال ابن القيم أعتقد لما يقول بأنه الصدقة لما يتصدقها الشخص يقول تؤتى للميت في قبره فتقدم له على طبق، على طبق، وتقول هذه الصدقة من فلان، من فلانة بنتك، من فلان ولدك، تجيه لقبره مقدمة هدية منك، لو أنه حي في العيد ولا غيرها، يا شريت له ولا شريتي لأبوك ولا أمك شماغ ولا عطر ولا ساعة ولا قلم ولا جوال وإلا ولا هدايا، تفرحون بالأشياء العينية. الآن هو في قبره، يا جنة يا نار، فرحوه بشيء ينقذه إن كان من المتعذبين، والله لا يجعلنا وإياكم ولا أبانا ولا أمهاتنا منهم، أنقذوه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الرحمن الرحيم، إلى الفردوس العلى من الجنة بالصدقة اللي تجيه في قبره هدية. ترى محتاجين في قبورهم، القبور يا أما فسحة وسرور يا أما أنها مظلمة، فإن كانت مظلمة سأل الله لا يجعلنا ولا إياكم ولا أبانا ولا أمهاتنا أنها مظلمة، ادفعوا بالتي هي أحسن، عطوا الخير وفرحوهم في قبورهم بصدقة قدموها بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب، والدال على الخير كفاعله. طيب الشباب شكرا لكم، يعطيكم العافية، بيض الله وجهكم. زميلكم اللي دمعت عينه وش اسمه؟ متعب الشهراني، واللي توفى أبوه والده؟ توفى قريب ولا بعيد؟ قبل سنتين. عبد الله أخوه. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل قبره برياض الجنة. سم؟ طيب الله يجزاك خير بإذن الله. مشاهدي الكرام، كنا معكم الدقائق الماضية مع الشباب، رسائل، ضحكة، بسمة، وختمناها بدموع زميلهم على فقد أخيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنان. دائما أقول شعور الفقد موجع، ولكن هذه سنة الحياة وهذا هو قضاء الله وقدره، ولكن علينا دام الله خلانا موجودين في هذه الدنيا، إحنا لازلنا